نشكر تجمع موظفين الطيران المدني بخصوص القرار التعسفي اللي مارسوه الإدارة بخص اللي هو موظفين النوبة، وقرار 36 جميع طبقات موظفين الطيران المدني كلها رافضة جملة وتفصيلا. نطلب من الإدارة اللي هو بالنسبة حق إلغاء القرار، وغير عن هذا في عندنا لنا مطالبات من قبل اللي هو البدل الموحد. البدل الموحد راح يشمل جميع موظفين الطيران المدني بما فيهم الموظفين الفترة الصباحية وموظفين بدل النوم. فالقرار اللي صاير مخالف لقانون ديوان الخدمة المدنية في كذا بند موجود منه.